يا أهلا بكم في حلقة جديدة من الأجندة لا حديث لليمنيين هذه الأيام غير حديث العملة التي انهارت بشكل متسارع خلال أيام حتى وصلت إلى أكثر من 800 ريال يمني للدولار الواحد والمجاعة التي تهدد قطع كبير من اليمنيين يعد بالملايين إلى جوار أخبار القتل اليومية والاغتيالات على يد المجلس الانتقالي في عدن والجماعة الإمامية في صنعاء وذمار وفي غيرها وغيرها من الأخبار التي لخصها أبو الأحرار اليمنيين محمد محمود الزبيري زمان في بيتي شعر عن عصر الإمام السابق يقول فيهما جهل وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام والناس بين مكبل في رجله قيد وفي فمه البليغ لجامه لكن هل ما يحدث في هذه الايام الاخيره طبيعي وتلقائي وعفوي ناتج عن تداعيات الحرب وغياب الدوله ونقص الموارد ام انه امر مخطط له ومدروس من قبل جهات بعينها لاغراض معينه يعني ما مع علاقه انهيار العمله اليمنيه واغتيالات عدن وبيان المجلس الانتقالي الاخير وافراج الحوثيين عن اولاد علي عبد الله صالح وجولات المبعوث الدولي المكوكية من مكان إلى مكان إلى عمان إلى صنعاء إلى أكثر من مكان ما علاقة ذلك كله وغيره بالطبخة التي تحضرها دول التحالف أو يحضرها الأمريكان أو الفاعلين الدوليين في اليمن هذه الأسئلة هي موضوع حلقة هذا المساء فكونوا معنا مثل امراة جميلة مجهدة كانت تبحث عن نبع ماء وعن ظل ظليل تستريح فيه من عناء السفر الطويل في حر الشمس الحارقة وقلة الزاد والماء فإذا بها تقع فريسة لمجموعة من السباع والضباع الجائعة مثل هذا هو حال اليمن اليوم خرجت اليمن تبحث عن نبع الكرامة والعيش اللائق في 2011 وادمت قدميها الحافيتين بأشواك النظام السابق وصبرت على الألم والنزيف لعلها تصل إلى عتبة المستقبل وإذا بها تقع فريسة لمجموعة الضباع في الداخل والخارج الإمامة وحليفها الفاسد في الداخل ونظام السعودية مع نظام الإمارات في الخارج وغيرهم من الإيران على الأمريكان كلهم تحولوا إلى ضباع تغرس انيابها في جسد اليمن وروحها. والمشهد بات مكشوفا لم يعد يعني فيه الا القليل من الاسرار. دوافع الفاعلين السياسيين في المشهد معظمها مكشوفه، معروفه. سواء على لسان اصحابها او على لسان الواقع نفسه. وهذا هذا يسهل علينا نحن اليمنيين معرفه الحل. اذا عرفنا الدوافع. دوافع العدو ودوافع ما يجري عرفنا طريق الحل ولو من الناحيه النظريه المشكله مركبه معقده ما في ذلك شك لكنها ليست مستحيله الحل واحيانا يكون الحل عباره عن فك عقده واحده تنفك بعدها كل العقد والمهم ان نعرف ما هي هذه العقده من ان نجيلها ومن الذي يستطيع ان يفكها قلت انه لم يعد في المشهد الا القليل من الاسرار عن دوافع الفاعلين السياسيين وعن اتفاقاتهم في الغرف المغلقه ومع ذلك فان بامكاننا توقع بعض هذه الاسرار من خلال جمع القرائن الداله عليها كما تفعل الشرطه في تتبع قرائن الجريمه ما يجري في في حق اليمن واهلها جريمه محتاجه بس الواحد يتتبع القرائن للفاعلين السياسيين علشان يعرف اهدافهم واسرارهم اذا تبقت اسرار. ومن قواعد التحليل السياسي التي اختبرنا نجاحها قاعده قاعده تتبع الافعال بدلا من تتبع الاقوال. لانه دلاله الفعل اقوى من دلاله القول. يعني علينا ان نراقب ما يفعله الفاعلون السياسيون في المشهد اليمني اكثر من ان نراقب كلامهم لان الافعال هي التي تدل على حقيقه مشاريعهم. اما الاقوال فهي على الارجح وسائل للتضليل والخداع الجماهيري. والملاحظ ان قطاع كبير لا باس به من اليمنيين اصبح مستوعبا لهذه الحقيقه. حقيقه الفرق بين الافعال والاقوال، اصبح مستوعب لها بصوره جيده. يعني على سبيل المثال خلال الاسبوع الماضي وصلتني العديد من الرؤى والتحليلات السياسيه من متابعين للبرنامج او مثقفين او متعلمين غير معروفين. يعني تحليلات تدل على ان الناس العاديين او المثقفين العاديين غير المعروفين باتوا يعرفون البير وغطاه كما يقول المثل. احدهم بعث يقول ان الهبوط المفاجئ والمخيف لقيمه العمله اليمنيه ليس سببه التحليلات المتداولة في وسائل الإعلام والسوق السوق الإلكترونية وإنما هو قرار سياسي متفق عليه بين الأطراف الإقليمية والدولية والمحلية الفاعلة في الأزمة اليمنية باستثناء طبعا حكومة هادي لأن هذه في الباي باي الرئيس هادي وحكومته وشرعيته في العسل في الباي والهدف كما يقول هذا الأخ من هذه الأزمة هو انضاج صفقة التسوية اللازمة للأزمة السياسية برمتها بيهيئوا الأرض وبيهيئ القدور لتسوية التسوية القادمة يعني ثم يتتبع هذا التحليل فيقول إن تدهور سعر العملة يشير إلى أن جريفيث مبعوث الدولي قد استكمل مشاوراته الأخيرة خلال حركته المكوكية النشطة مؤخراً استكمل هذا الجهد بعد تقديم احاطته الغامضه امام مجلس الامن حيث عقد مشاورات مع مسؤولين امريكيين وبريطانيين وفرنسيين هناك على هامش الدوره الحاليه للامم المتحده والدوره السابقه ثم انطلق بعدها الى الرياض ابو ظبي الكويت مسقط وبعدين توجه الى صنعاء للقاء زعيم الحوثي عبد الملك هذا يدل على ماذا؟ على اهميه وحساسيه الموضوع اللي بيتم بيتم تداوله في موضوع حساس يبدو انه حاجه كبيره لن تقل عن صفقه او تسويه من نوع ما. يتابع صاحب الرساله القول ان الخطه تقتضي ازاحه عبد ربه وحكومته طبعا بتهمه الفساد والعجز، الان حكومه عبد ربه واضح انها عاجزه ويعشعش فيها الفساد ويفكس ويبيض. يلي ذلك إظهار الترتيبات المتفق عليها ترتيبات لإنقاذ الشعب اليمني المنكوب على أساس والصابر وأول تلك الترتيبات تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ربيب أولاد زايد خالد بحاح ويرافق هذا مع إطلالته الأولى على الجماهير عودة أسعار الدولار والعملة المحلية إلى وضعها السابق علشان يكون الرجل هذا مبارك والوضع الجديد مبارك سلموا يعني بضعه مليارات من العمله الصعبه ستضخ الى رصيد البنك المركزي اليمني كوديعه ستتد يعني حتخلي الجماهير تتدفق الى الشوارع لتأييد هذا المنقذ الجديد العظيم وتمنحها الشرعيه الشعبيه اضافه الى الشرعيه الدوليه والاقليميه وبهذا يتبين لنا الان سبب سكوت السعوديه والامارات عن ازمه العمله كانه هكذا الطبخه كما يقول هذا الاخ طبعا هذا كلام مواطن سياسي يقول لك ان ما يجري للريال اليمني هو مجرد ترتيبات للاطاحه بحكومه عبد ربه والمجيء بحكومه بحاح اللي حيصنعوا منه منقذ للوضع من خلال اعاده وضع العمله الى ما كانت عليه هذا تحليل طبعا يستحق النظر احنا ضربنا بالمثل علشان نقول ان الشعب بدأ يعني يحلل مع المحللين ولديه من الثقافة السياسية ما يكفي لفهم ما يجري حوله مما يؤكد صحة التحليلات التي تقول أن المبعوث الأممي جريفت ينضج صفقة سياسية كبيرة للأزمة في اليمن مما يدل على ذلك إطلاق سراح الحوثيين لأولاد علي عبد الله صالح الذين كانوا رهن الاعتقال. جاءت هذه الخطوة بعد الزيارة المكوكية لجريفيث التي أشرنا إليها قبل قليل من عمان يبدو أنه جاء بوساطة عمانية إلى الحوثيين. ومن المعروف أن الحوثيين لن يطلقوا أولاد علي صالح إلا وفق صفقة محددة. ويبقى السؤال هل كانت صفقة مالية أم صفقة سياسية؟ لأن الشائعات من قبل كانت تقول أن الحوثيين يطالبون بفدية قدرها ملياري دولار لإطلاق سراح أولاد الزعيم فهل رضخت أسرة عفاش للطلب وسلمت الفدية؟ أم أن الصفقة الصفقة السياسية بين الحوثيين وبين المؤتمر بقايا علي صالح تأتي ضمن ترتيبات الإمارات والسعودية لإحياء دور بقايا عفاش في المرحلة القادمة من المعروف ان نظامي السعوديه والامارات يرتبون هذه الايام لاحياء بعض القوى السياسيه اليمنيه اللي كانت خامله في الفتره الماضيه لتكون بديل عن الاحزاب والقوى غير المرغوب فيها. وقد بدات العمل من اجل هذا في, في الرياض خلال الايام الماضيه. كذلك بيان بيان المجلس الانتقالي المجلس الانتقالي الجنوبي هذا البيان الاخير دليل واضح على وجود طبخة قذرة يصنعها تحالف الشر الخليجي هذا التحالف الذي منع قيام الدولة الشرعية في عاصمتها البديلة عدن والذي أسس ميليشيات تابعة له معارضة للسلطة الشرعية هذا التحالف الذي خلق الفوضى في المحافظات الجنوبية وأفشل الفرصة التي كان ينتظرها اليمنيون لمواجهة الانقلاب هذا التحالف بعد أن فعل هذا كل بأدواته المحلية يدفع الآن باتجاه بهذه الأدوات لإعلان التمرد على الشرعية بحجة, أن الجنوب أصبح منكوبا نتيجة السياسات الكارثية لحكومة الشرعية الشرعية اللي أفشلوها وأفشلت نفسها وهذا التحالف أو هذا المجلس الانتقالي يدعو إلى انتفاضة الشعبية ضد الحكومة هذا التهديد في, في, في هذا التوقيت هو عمل إماراتي سعودي بامتياز يأتي ضمن الخطة الواسعة للسيطرة على الجنوب وعلى مكدرات الجنوب ويدخل ضمن هذه الخطة تصفية حزب الإصلاح في المحافظات الجنوبية طبعا لأن هذا الحزب هو الوحيد الذي يشكل حجر عثرة أمام هذه المخططات هناك عمليات الاغتيال لكوادر هذا الحزب في الجنوب جارية على قدم وساق كما يقولون تبدأ أحيانا بتهديد صريح في تغريدة للشيخ التقي الورع هاني بن بريك كما حدث في حاله اغتيال مدير فرع جمعيه الاصلاح في عدن يعني تبدا تغريده لهاني بن بريك وتنتهي قتل واغتيال مثل ما حصل لمدير جمعيه الاصلاح الخيريه في عدن محمد الشجينه الذي اختطف يوم الثلاثاء الماضي ثم وجد بعد ذلك مقتولا ومقيدا وعليه اثار التعذيب في في سيارته جاءت عمليه الاغتيال هذه بعد ايام قليله من تغريده مشهوره للشيخ السلفي الورع التقي هاني بن بريك ذكر فيها ان الجمعيات الاخوانيه الخيريه العامله في الجنوب تنهب المساعدات وان الهلال الاحمر الاماراتي هو الوحيد الذي ينفذ مشاريع على الارض وهو الوحيد المؤيد بالروح القدس في الجنوب الجدير بالذكر ان عمليات الاغتيال التي تنفذها ادوات الامارات في الجنوب اصبحت تتم بطريقة استعراضية مسرحية ولا في هوليود تهدف إلى إرعاب المخالفين وتصفية الساحة من كوادر حزب الإصلاح تحديدا الذي يعد مشكلة المشكلات بالنسبة لنظام الإمارات وأدواته فريق الاغتيالات اللي أصبح معروف بالاسم والصورة يقوم بتصوير حوادث الاغتيال بطريقة استعراضية فجأة يطلع من السياره بالكلاشينكوف والمسدس كاتم الصوت ويصور العمليه هذه كلها الى ان يغتال الهدف هذا عمل يعني الهدف منه ارعاب الناس والتسليم هذا في عدم اما معركه الحديده فهي شاهد ثالث صريح على ان الفاعلين الدوليين لا يرغبون في هزيمه الانقلاب بل في عقد صفقه معه وبعض السياسيين يتحدثون سرا عن تدخل امريكي لصالح الحوثيين. يقولون ان امريكا نفسها او نفسها هي التي تمنع حسم معركه الحديده. وسواء سواء اكانت امريكا هي التي تمنع او دول التحالف هي التي ترفض حسم المعركه في الحديده وفي صنعاء في نهم فان المتهم الرئيس امامنا نحن اليمنيين في كل هذا الخراب هو تحالف السعوديه والامارات. هو المتهم الرئيس. لأسباب كثيرة أولها أنه هو عرب الإنقلاب كما هو معروف هو صانع الإنقلاب هو خالق الإنقلاب ومن ثم خالق هذه الأوضاع كلها هذا أولا وثانيها أنه هو الذي أفشل الحكومة الشرعية وأفشل بقية القوى اليمنية في ممارسة مهامها لمقاومة الإنقلاب وبناء الدولة الشرعية الناس بيقولوا شبعنا تحليل شبعنا كلام احنا بحاجه حل ما السبيل الى الحل؟ هكذا بيقولوا لنا لما نتناقش لما نحاور لما نكتب وطبعا هم معذورين هم معذورون تماما فالذي يدف النار غير الذي يدف الماء الذي يعاني الامرين في الداخل في اليمن بيفكر بطريقه مختلفه عن الذي يراقب الامور من خارجها وهو امن اكل شارب لكن مع ذلك الذي خارج المعاناه يستطيع ان يرى الحل بصوره افضل من الذي داخل المعاناه لانه اللي خارج الصوره خارج الاطار لديه فرصه افضل لتامل المشكله والحل والحل لمشكلتنا معروف معروف من ايام عبد الحليم حافظ اللي شبكنا يخلصنا ومن ايام نجاة الصغيره فان من بدا الماساة ينهيها وإن من فتح الأبواب يغلقها وإن من أشعل النيران يطفيها هكذا قالت نجاة يعني بلغة واضحة الحل بيد الذين أدخلون هذه المأساة وهم ثلاثة أطراف تحالف السعودية والإمارات ميليشيا الحوثي والشعب اليمني هو الطرف الثالث هذه هي الأطراف الثلاثة القادرة على حل مشكلة اليمن إذا استثنينا أمريكا ما مع أمريكا السعوديه والامارات وهم عرابوا الماساه من بدايتها من سبع سنوات الى الان قادرون هذا التحالف قادر على انهاء هذه الماساه باكثر من طريقه لكنهم لا يرغبون لا يرغبون في ذلك بل يسعون الى تعميقها واستفحالها لاهداف معروفه جماعه الحوثي ايضا بدورها قادر على انهاء هذه الماساه باعلان انهاء الانقلاب وتطبيق يعني قبولها ب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على الاقل ودعوة اخوة الوطن الى كلمة سواء تعلي من شأن اليمن وحده وتقطع يد التدخلات الاجنبية لو كان عندهم رغبة في اصلاح الوضع وفي الخروج من المأساة لكن طبعا هذا نوع من الخيال لا يمكن هذه الجماعة تسوي شيء من هذا القبيل نحن امام جماعة مستعدة لاحراق اليمن كلها من اجل احلام السياده والنفوذ والسيطره لعيال فاطمه اذا لم يتبقى امامنا سوى طرف الطرف الثالث وهو الامه اليمنيه نفسها بعيدا حتى عن احزابها وقواها السياسيه التقليديه فهل تستطيع هذه الامه ان تنتج حراك سياسي يقلب الطاوله على الجميع ويلزمهم يلزمهم بالانصياع لمطالبها واحلامها هذا ما نتمناه ونستبعده في الوقت نفسه نستبعد لأن اليمنيين أنفسهم في حالة تمزق وشتات تذكر بالمثل العربي القديم تفرقوا أيدي سبع هكذا كان يقولوا زمان في العرب إنه لما يشتوا يضربوا مثل بالتفرق يقولوا تفرقوا أيدي سبع وكأن الاختلاف ماركة يمنية مسجلة كانت مضرب المثل عند العرب الاختلاف حقنا هذه ثقافة يمنية والتمزق وهي ثقافة أشار إليها القرآن نفسه في سورة سبأ حيث قال فقالوا يعني السبائيين ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآية لآيات لكل صبار شكور دائما كان اليمني يظلم نفسه قبل أن يظلمه الآخرون الشيء الذي بات واضحا ومتفقا عليه بين عموم اليمنيين هو ان تحالف السعوديه الامارات يتحرك في اليمن بدوافع مختلفه منها دافع الخوف من اليمن الناهض الكبير وهذا دافع قديم مع السعوديه بالذات وبعدين جدد دوافع جديده منها دافع الانتقام من ثوره فبراير الانتقام من طموحات اليمنيين في التغيير والكرامه والحريه ومنها وهو الاخفى دافع جديد مطامعها مطامعها في ثروات اليمن ومقدراته الامارات تطمح في السيطره على موانئ الجنوب ومقدراته السعوديه تطمح في السيطره على ثروات الجوف وبعض الاراضي الحدوديه شديد تقطعها يعني جنب الاولى وتطمح في مد انبوب نفطي الى بحر العرب عبر الاراضي اليمنيه وحسبك انه تحدثنا عن مشروع القناه البحريه التي ينمون شقها من جنوب شرق السعوديه الى ساحل سواحل حضرموت ومشاريع المدن السياحيه والصناعيه التي سينشئونها على خط هذه القناه وكان بعض الشباب قد تتبع خبر قديم عن اطماع السعوديه في ثروات محافظه الجوف اليمنيه سواء كان ثروة غازيه كما يؤكد البعض او كان الثروه النفطيه كما يقول البعض الاخر انه في خلاف هل هي ثروه نفطيه ولا غازيه والشباب راحوا يربطون بين زياره الرئيس هادي زمان لروسيا قبل سنوات وبين الاتفاقيه التي وقعها مع شركة الروسيه للتنقيب عن الثروه في في الجوف يربطوا هذا بزياره علي صالح للسعوديه في تلك الاثناء يعني بعدها بايام علي عبد الله صالح بعد زياره هذه لروسيا والاتفاق مع الشركات الروسيه راح زار علي عبد الله صالح زار السعوديه رجع من السعوديه وبعدها بجوف بعدها باشهر حصل نزاع بين قبائل الجوف ومأرب بعد عودته من الشورية من من السعوديه بشهر تقريبا ثم المراقبون يعززون هذا الاستنتاج بحديث الرئيس الامريكي العجيب العجيب هنا هو الرئيس الامريكي مش الحديث معه حديث يقول انه تحدث عن اطماع السعوديه في اليمن. ترامب يقول بطريقه ساخره: اذا كنتم يحدث الناس اللي قدامه، اذا كنتم لا تفهمون ما الذي تريده السعوديه من اليمن فانتم اغبياء. انها تريد نفط اليمن، هكذا يقول ترامب. قد يكون لديه معلومات. ويستشهد هؤلاء بتقارير تقول ان نفط السعوديه سينضب في العام 2030 وانه مخزون اليمن واحد. عموما ليس هناك شيء مستبعد أبدا النظام السعودي هذه الأيام ينهب حتى الأموال الخاصة لأصحاب رأس المال السعوديين يعني حتى المستثمرين السعوديين أخذ أموالهم هناك قصص مذهلة عن سيطرة النظام السعودي على أموال بعض المستثمرين مثل بلاد وغيرها قصص عجيبة فمش غريب أنه يفكر هذا النظام في ثروات اليمن وقد فعلها بالأمس ونهب مساحة كبيرة من أرض, من أرض اليمن تعالوا نستمع الى السيد الأشكر دونالد ترامب اصدق الرؤساء الامريكيين على الاطلاق وهو يحدث جمهوره جمهوره عن الاطماع السعوديه في اليمن. King, you got trillions of dollars. Without us, who knows what's gonna happen? Maybe you're not gonna be able to keep those airplanes. Because you know what? They'd be attacked with us. they are like you know safe totally safe we protect Saudi Arabia we get nothing and every time if you think in Yemen those folks are after Yemen then you ought to leave the room right now cuz you're not very smart Yemen did you ever see the border it never ends it's a straight line it never ends and you know it's on the other side Saudi Arabia the oil if you think they're stopping at Yemen they're looking for the oil طبعا السيد الرئيس دونالد ترامب حفظه الله إلى أن يصفر الخزينة الخليجية من الأموال التي شغلت العالم لا يفوت فرصة لإهانة النظام السعودي أمام جمهور الناخبين الأمريكان كل شوية يطلع يقول لهم أنا أحب الملك السعودي لكني قلت له أنت ولا حاجة من دوننا فأحسن لك تدفع ادفع عشان تحافظ على طياراتك الخاصه وحياه الرفاهيه اللي انت عايش فيها، ادفع يدفع الله عنك البلاء، مليارات قليله تدفع بلاوي كثيره. وطبعا النظام السعودي يزعل من هذه التصريحات المهينه ويروح يقطع العلاقات مع من؟ مع كندا والمانيا. النظام السعودي كان في غنى عن هذه المهانه وهذا الذل لو انه امتلك القليل من الشجاعه والكرامه. لكن يبدو انه أن الله يعاقبه من جنس عمله النظام السعودي لا عمل له سوى إهانة الشعوب الضعيفة التواكة للحرية والكرامة من زمان اليوم يبعث الله له الرجل الأشقر يهينه الليل ونهار على شاشات التلفزيون النظام السعودي قادر على إيقاف أمريكا عند حدها بقليل من التنازلات للشعوب العربية ولل... قادر في سبيل الحرية والكرامة لو كانت لديه شجاعة الفرسان لكن من يهن الله فما له من مكرم ومن علامات الغضب الإلهي على هذا النظام انه اصبح عدو الجميع مكروه في العالم كله لم يعد له صديق سوى الصديق المنافق الذي يستفيد من طيشه هذا النظام هرب من التزاماته الاخلاق التزاماته الاخلاقيه والتاريخيه والدينيه تجاه العرب والمسلمين الى بيت العنكبوت الصهيوني وان اسوا البيوت لبيت العنكبوت وقد كان في متناول يدك قبل سنوات قليله ان يجعل العرب والمسلمين كتله واحده في مواجهه الصلف الامريكي يعني هو مش اضعف من ايران ولا هو اقل منها لكن تاريخ الفساد والظلم لهذا النظام لا يسمحان له باتخاذ القرار الصائب الظلم عمى هذا معنى قولهم ان الظلم ظلمات وهذا معنى قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الاخطاء والمظالم تحاصر اصحابها وتحيط بهم يعني مثل الجيش الغازي الذي يحيط يحاصر قلعة حتى تسقط بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته تحيط الخطيئه بالانسان هكذا مثل ما يحيط الجيش الغازي بالقلعه لما تسقط وخطايا النظام السعودي ليست قليله في حق الشعوب العربيه بلغ يعني بلغ بهم الفجور في العداوه والغل تجاه اليمنيين ان يسحقوا هذا الشعب المكون من 30 مليون نسمه تحت طاحونه الفقر والميليشيا دون ان يرف لهم جفن 30 مليون يعانون المر من سنوات وبدلا من ان يمدوا اليهم يد المساعده باقامه دولتهم الشرعيه وفتح باب اللجوء والاغتراب وانهاء الحرب في اسرع وقت فعلوا العكس منعوا قيام الدوله وزرعوا في خاصرتها المزيد من الميليشيات والمرتزقه وسيطروا على مواردها وموانئها ثم رحلوا المغتربين الذين كانوا لديهم وضيقوا على من تبقى منهم وكانهم يريدون ان يلقنوا اليمنيين درس قاسي في بسبب تفكير اليمنيين في الحريه والكرامه والنهوض يريدون أن يظل اليمني عبرا للسعودي حتى لا يفكر هذا الأخير في الانقلاب على سلطانهم سلطانهم الذي تبين أنه هش لا يمكنه أن يبقى أكثر من أسبوعين بدون الأمريكان كما قال الرئيس الأشكر دونالد ترامب قبل أيام لكن الذي له خبرة بالتاريخ سيشعر معنا أن هذه الممالك الضالة تعيش أيامها الأخيرة وبالنسبه للسعوديه والامارات هناك عدد من العلامات الداله على قرب النهايه. منها ثلاث علامات مهمه. اولها شيوع الترف، الترف اذا شاع في بيئه وفي بلد فهو يعني علامه على على الضياع والسقوط. وثانيها هذا التخبط والتيه في الحياه السياسيه في سياسه الدوله. وثالثها شيوع الرفض والكراهيه المجتمعيه المجتمع الداخلي للسعوديه رافض للنظام والمجتمعات الخارجيه كذلك رافضه هذه ثلاث علامات اذا ظهرت كان معناها ان النظام او الدوله ائلا للسقوط مثلما ان الحمى علامه على الملاريا هذه علامات على سقوط الدوله اما متى هذا السقوط وكيف فهذا في علم الله لكننا نراه قريبا ويرونه بعيدا ومع ذلك ومهما كان عدد الاعداء الخارجين الاعداء اللي في الخارج يعني ومهما كان حجمهم تظل عيوبنا الداخليه هي سبب ما نحن فيه وصدق نزار كباني حين قال لم يدخل الاعداء من حدودنا وانما تسربوا كالنمل من عيوبنا يعني قل هو من عند انفسكم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم. عيوبنا الذاتية اللي احنا اليمنيين هي التي تشجع العدو الخارجي على التنكيل بنا. السور الواطي كما يقول المثل يشجع على الشركة والذي يتأمل حالنا نحن اليمنيين من سبع سنوات يلاحظ أننا يعني تطورنا في المشاكل على طريقة بني إسرائيل في تطورهم العقائدي. في البداية كان عندهم إله واحد يوحدونه لكنه كان توحيد مشوب بالاخطاء وبالفساد وبالضلال فبعث الله لهم المسيح عيسى ليصحح هذا الفساد ويبشرهم بملكوت الله القادم بالمستقبل بالخير فحاربوه وحاولوا صلبه واضطهدوا اصحابه وبعد ان رفعه الله اليه ظهرت فيهم عقيده التثليث الاب والابن والروح القدس نحن في اليمن حالنا مثل حالهم كان عندنا عدو واحد هو نظام علي عبد الله صالح حاولنا اصلاح فساده فلم نفلح فجاءت ثوره فبراير كما جاء المسيح لبني اسرائيل حاولت الثوره ان تمنحنا الخلاص بلغه المسيحيين الخلاص الابدي وتبشرنا بملكوت المستقبل بلغه المسيحيين لكن بعضنا لم يعجبه الخلاص لم يعجبه الخلاص وذهب يحارب الثوره ويحارب أهلها حتى رفعها الله إليه وأبدلنا بدل الثورة وبدل العدو الواحد ثلاثة أعداء هم الآب والابن والروح القدس السعودية والانقلاب والإمارات ثورة فبراير كان فيها من قصة المسيح عيسى كل شيء تقريبا حتى يهوذا الخائن اللي كان وزير دفاع ثورة, ثورة فبراير أح أحيت الموتى الذين فقدوا كل امل في الاصلاح والتغيير وفقدوا الثقه بالنفس والثقه باليمن وبخيرها ونخبتها السياسيه. ثوره اليمن احيت هذا الموات ثوره فبراير. ثوره فبراير انارت بصر العميان وبصيرتهم. لكننا تعاملنا معها كما يفعل كل الكفره مع كل الانبياء. ومن الطبيعي ان تكون النتيجه هذا الخراب العظيم. الله يضرب الامثال للناس لعلهم يهتدون فاذا لم يهتدوا حقت عليهم كلمه العذاب ودعوني اصارحكم الذي نحن فيه هو صوره من صور العذاب سواء اخذناها بلغه الدين او بلغه, بلغة القانون الطبيعي نحن نتعرض للتعذيب بسبب ما اقترفته ايدينا كما تعرض قوم فرعون للعذاب في تسع ايات يسموها في التوراه الضربات العشر أو الضربات والتس... البعوض والقمل والضفادع وال... وجفاف النهر وال... احنا في اليمن تعرضنا لما هو اكثر من ذلك تعرضنا لعقوبات اكثر من العقوبات اللي تعرض لها قوم فرعون خلال الاربع سنوات هذه جربنا كل شيء من الطاعون الى الفقر الى الجفاف ما عاد باقي ما عاد باقي لا يطلع فرعون هذا الكلام ليس لجلد الذات بل لايقاظها لأنه بدون مراجعة الذات، بدون الاعتراف بالخطأ، لن نذهب إلى المستقبل، سنذهب إلى إلى الجحيم. أرجو ألا يكون ذلك، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، نلقاكم في الأسبوع القادم.